معانا الاستاذ وليد مهدي مدير اداره مباراه النادي الاهلي. اهلا بك يا استاذ وليد. اهلا بيك يا كابتن حميد، بسلم على حضرتك وبسلم على ضيفك الكرام استاذ وليد استاذ عمرو. ربنا يخليك يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله. هتخانق معاك بس أنا... لما اشوفك. ايه؟ هتخانق معاك لما اشوفك. مش مشكلة سهلة والله، يعني كانت عليك أنت كابتن عبد الحميد. حبيبي يا نجم، حبيبي يا نجم، حبيبي يا نجم. عليك أنت بس. لا حبيبي يا نجم، ربنا يخليك، وأكيد طبعا أكيد طبعا ربنا معاك في ظل الضغط الجماهيري والتيكت، وهنعمل إيه يا كابتن وليد والدنيا. احنا كلنا كده زي ما يعني كلام مش مستهلك، بس صدقني والله مهما كان تعبك بس ربنا بيكللنا كلنا بالنجاح. حضرتك الماتش اللي فات ماتش النجم بكل الايجابيات اللي حصلت فيه ادتك دفعه قويه جدا انك تعمل اي حاجه. جمهور محترم ملتزم، نظام محترم بيحترم ادبيه الانسان، تعمل حاجه حلم انت كنت بتحلمه، فدي احلى حاجه تخليك حضرتك. حتى تخيل انت دلوقتي لو ما عندكش نظام وسيستم كابتن عبد الحميد والاساتذه الكبار اللي معاك في كل العالم كنت عملت ايه؟ اكيد كنت حضرتك نهيت اجراءات 50,000 تذكره ودعوه ازاي؟ اكيد حضرتك صرحتهم واتباعوا ازاي؟ كنت حضرتك التوابير اللي كانت بتقف على البيبان كانت بيبقى شكلها عامل ايه؟ كل دي الايجابيات انت لما ما شفتهاش قدامك فبتشتغل على كل نفسك. حضرتك فتحنا امبارح اول اوتوماتيك الساعه 1 الظهر فتحنا الاونلاين بالنسبه للسيستم الخاص اللي حامل بطاقه الجمهور ودول عددهم 20,000. النهارده فتحنا من ساعة بالنسبة للجمهور الذي لا يحمل البطاقة علشان نتيح لأكبر فرصة. على فكرة ده في كل محافظات مصر، يعني في كل محافظات مصر مش في حتة معينة، لكل جمهور النادي الأهلي. بالتالي 40,000 متاحين لكل الجمهور في خلال النهاردة وبكرة بإذن الله، وبنحاول ننهي الإجراءات كلها بكرة بحيث يبقى التسليم بإذن الله يوم الخميس والجمعة. بنشتغل على نفسنا يعني يا رب. ده كل حاجة خاصة بالمباراة، ولكن برضو الخدمة اللي حضرتك عملناها مؤخرا اللي هي نتابعها كلنا من يوم الخميس أو يوم الجمعة اللي هو طريقك للمباراة، بحيث يا كابتن عبد الحميد احنا دخلنا فتحنا بس الدم شوية وبدأنا نعرف إيه اللي جواه. النهاردة كنا كلنا 50,000 بنروح من طريق واحد وفي اتجاه واحد وكمان واحدة بيحصل التكدس اللي أنت بتكتسبه ده. فاحنا كنادي أهلي ومع مديرية أمن اسكندرية ومع كل الناس المسؤولة حضرتك بدأنا نتكلم مع الأمن ان هم 30,000 لازم يروحوا من طريق اللي هم بيحمروا درجه موحده ودرجه ثانيه اللي هو حضرتك بتيجي من الصحراوي برج العرب كوبري تنزل على طول اللي هو بات 5 و6 و7 و8 وال 20,000 التانيين بيروح حضرتك من الطريق اللي بعده اللي هو المستجد الدائري كارفور طنيط برج العرب تخش على باب 1 و2 و3 و4. حضرتك لو احنا قدرنا نعمل دي زي الماتش اللي فات لا هتلاقي تكدس ولا هتلاقي ازدحام ولا هتلاقي حاجه خالص. وربنا يكرمنا ان شاء الله. بنعمل اللي علينا وبنحاول، بس في يعني احصائيه بسيطه عاوز اقولها لك. اتفضل 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 يا كابتن. وحضرتك يعني عشان جمهور النادي الاهلي سمع كله اللي بيهتم بحضور مباراه كره القدم 3,550,000 ما شاء الله. الموافقه ب 50,000 الموافقه نفسها ب 50,000. هي احنا خلاص 50,000 يا كابتن وليد؟ مليون. نعم خلاص 50,000 ولا ممكن نزودها شويه وممكن الامن يزودها شويه؟ هي بترجع للسيد المهندس محمود طاهر مع وزير الداخليه لو حضرتك قدروا يزودوا علشان ان شاء الله. ان شاء الله احنا جاهزين ان احنا نقدر نعملها ومن خلال منبرك برضو دي بتقبل رساله، بس احنا حضرتك دورنا تنفيذيين. أنا متفهم. ولكن الخطوط الكبيره دي مش بتقبل ساعتنا، ننتظر لو حصل زياده في اي وقت احنا جاهزين لان الاليه المحترمه قابل ان هي تنفذها في اي. تمام تمام. حضرتك كنت بتتكلم ان احنا 3,550,000 والمتاح 50,000. والمتاح 50,000 فعند حضرتك 3,500,000 مهتمين يروحوا المباراه مش هيحضروا. فبالتالي كتير قوي. الله يكون في عونكم. لا الله يكون في عونكم. لا 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 الناس متفاهمه واحنا شايفين دورك عامل ازاي. انا مش بجاملك لكن كلنا والله العظيم من اول مدير التنفيذي النادي الاهلي اكيد لاصغر عامل بتشيل حتى يعني كرتونه ينقلها من مكان لمكان. صدقني كلنا انا كرش في اله كبيره جدا فيها حاجات كثيره جدا. انا اقول لك بس حاجه صغيره يا كابتن عبد الحميد، انت لازم تخلص 50,000 بطاقه تطبع في مطابع الشرطه عشان التسجيل. انا عارف ولازم تعتمدها من الشباب والرياضه. بشكر محمد بيت ويلم المحترم المتعاون معانا. بعد كده تعتمدها من النادي الاهلي، بعد كده تعتمدها من وزاره الداخليه في مديريه امن اسكندريه. تخيل حضرتك كل ده وترجع تبدا عمليه التوزيع على كل منافذ مصر من خلال شركه فالكون وفوري. المجهود كبير والموضوع كبير، ولكن بهدوء الجماهير وبهدوء التسجيل وبهدوء الاستلام كل حاجه متاحه، وان شاء الله تكمل الصوره بان احنا نعدي
من المباراه النهائيه، وده الحلم اللي كنا بنحلمه ان شاء الله. يا رب يا رب يا كابتن وليد. انا عارف قد ايه بتتعب، واكيد بقى الناس بتتدلع عليك، معلش شويه استحملهم انت جماهيرنا وحبايبنا. انا نفسي والله كان يبقى في استاد بيسع لل 3 مليون. يا سلام. انا عارف هو ده الحل الوحيد. انا عارف لكن هي دي كره القدم. بنحاول في الاليه الجديده اللي هو يحصل عمليه تناوب، يعني اللي يروح ماتشين ما يروحش الثالث، بحيث ندي فرصه لحد ثاني. ده كله لازم تربطه على اشتغل على شركه سوفت وير اللي من خلال حضرتك بشكر كل الشركات المتخصصه اللي معانا في المشروع، اللي هي شركه سوفت وير وشركه الدفع الفوري وشركه التسليم والتوصيل. انا اسف اذا كنت اطلت عليك. لا 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 ده احنا لا 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 ربنا يخليك يا رب. اي حد في جمهور النادي الاهلي ربنا يخليك. حاملي كارنيه النادي الاهلي اليوم ليهم تخفيض في التيكت، ليهم تخفيض 50%، 50% الدرجه الموحده 60 جنيه، ده حاملي بطاقه جمهور النادي الاهلي 30 جنيه. ودي حضرتك لا ده قرار مجلس اداره ولحد دلوقتي. وبطمن حضرتك برضه يا كابتن عبد الحميد ان اجمل حاجه في السيستم ده ان حضرتك 40,000 بيتحطوا كلهم لهم باركود وبيدفعوا اونلاين وبيتحطوا في حساب شركه الدفع الفوري وبيتحولوا اوتوماتيك في حساب النادي الاهلي فوداعا لاي تذكره بتتعمل في ايد بايد. حاجه واحده وده الحلم اللي بنتمناه ان تتلغي التذكره الورقيه. ارجو الساده المسؤولين يفكروا في هذا الامر، ده قرار وحيد بس هيبقى من السيد الوزير رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضه. قولوا تاني، قولوا تاني يا كابتن وليد، قولوا تاني. التذكره الورقيه مطلوبه من الساده المسؤولين هي سبب او البيروقراطيه في التحركات بتاعتها مشكله، تقديماتها مراجعتها واختامها كل ده تقدر يا كابتن تبدله بالظبط. وممثل من وزاره الشباب وممثل من الاموال العامه وممثل من النادي الاهلي يمضوا الثلاثه على محضر ويتحط العدد يقبلوا باركود. لو التذكره الورقيه اتلغت انت في حمامك القديم بالظبط في 2017 بالظبط مش هينفع. بلد بحجم مصر فيها 105 مليون ولسه بتلف على اختم ثلاث اختام واطبع الورق وكل ده. التذكره الاونلاين بتجيلك على الموبايل بالظبط، تروح على بالظبط وبتسهل على الناس كمان، بتتسحب السكان هتسهل كل ده. ابعت لك فيديو دلوقتي يا كابتن تعرضه على 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 برنامج حضرتك، شوف الناس وهي داخله محطوط بطاقتها عامله ازاي. البطاقه دي البطاقه دي سمارت كارد غير قابله للتزوير، بطاقه ممكن تتشحن زي الموبايل. هو ده الموضوع اللي احنا بنحاول فيه. اكيد اكيد حد سمعنا وهو ده الامل اللي كلام صحي جدا وان شاء الله يتطبق ان شاء الله قريب جدا يا زريد. يعني يا زريد اخر حاجه بقى هطلبها منك، هتطلع لنا كام؟ لازم اشوفك في الماتش. ان شاء الله باذن الله. قول لي هتطلع لنا كام تيكت عشان قناه الاهلي هتعمل مسابقه؟ ممكن تطلع لها كام تيكت؟ والله انا بس علشان الكلام ده ما ياخدش. لا 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 احنا قناه الاهلي، احنا قناه الاهلي وجمهور الاهلي، ده جمهور الاهلي. النادي الاهلي، النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيقرر بمجلس ادارته بمدير التنفيذي برئاسه المهندس محمود طاهر لكل برنامج. لا 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 انت فهمتني غلط، انت فهمتني غلط، فهمتني غلط، فهمتني غلط. لا 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 انا مش بتكلم في برنامج، انا بتكلم قناه الاهلي هتعمل مسابقه اللي هيكسب فيها نديله كام تيكت، نفتح كام تيكت على لسانك. لبرنامجك انت ولا لا للقناه؟ للقناه عموما. اصلا باذن الله كل برنامج تلفزيوني متشاف بيشجعه جمهور النادي الاهلي تسهيلا عليهم هيبقى له 10 دعوات نفس الماتش بتاعي. يلا انتوا ليكم منا يا جماعه 10 تيكت اهوت بلسان كابتن وليد مهدي. كابتن وليد مهدي يعني دينامو النادي الاهلي، يعني معلش يعني استحمل شويه، انا عارف الجمهور بيدلع عليك. لا لا امر اي حد و... لو في اي حد حبيبي عندنا خط ساخر وعندنا صفحه على الفيسبوك ربنا يخليك وعندنا تليفوني ومتواصلين، بس كله بهدوء وبالراحه. حتى في استلامك للتيكت بتاعك يبقى بالراحه، حتى ما تروحش الا لو انت مسجل ودافع. ما في ناس بتروح تحب يعني تستنزف مجهود الناس وبتبقى اصلا لا مسجله ولا دافعه ولا معاها حاجه خالص، مجرد انه بيروح. انت عارف في ناس بتحب الفرجه ولكن هي دي طبيعتنا. فبقول لهم من فضلك اللي يروح يستلم المنفذ بتاعه اللي اختاره من اختياراتي هو اللي دافع وهو اللي مسجل وهو اللي له حق انه يحصل على تذكره مباراه النادي الاهلي. بشكر كل الناس من اكبر حد لاصغر حد اللي بيشارك في هذه الاحداث اللي احنا فيها يا كابتن. شكرا جدا كابتن وليد مهدي مدير اداره مباراه النادي الاهلي، شكرا جدا ليك. قولوا لي مسابقه بسرعه نقولها كده للناس 10 تيكت اهوت، يعني انا عايز ادي للناس مليون تيكت لكن النتيجه 10 لا النتيجه